زين ربي في اللون. شكرا لكم. انا فرحانه بزاف بالمشاركه ديالي في هذا الحفل ديال راس السنه الامازيغيه في المدينه الجديده. والمدينه الجديده ماشي اول مره كنجي ليها، كنجي ليها لعده مرات، والجمهور ديالنا في الجديده غني على التعريف، وبالفرحه ديالو الفنان اللي تيجي للجديده تيفرحوا به وتيكبروا به. وكنشكر بزاف بزاف الناس اللي داروا سبب باش نجي لهذا الحفله ديال راس السنه في المدينه الجديده اللي هي جمعيه تامونت. كنشكرهم بزاف، وان شاء الله كنتمنى باش يكون واحد ليله زوينه بزاف. وان شاء الله كاينين فنانين اللي غيغنيو بالامازيغيه وغيغنيو بالشعبي، وان شاء الله كنتمنى البلاد ديالنا دائما يكون في الهنا والسلم والسلام، والشعب المغربي دائما ان شاء الله يكون في المستوى. وكنشكروا بزاف 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 الملك ديالنا الله ينصرو اللي دار لنا هذا النهار اللي كنا كنتمناو وكنتسناو كامازيغ وكالمغاربه كاملين في هذا النهار اللي فيه راس السنه الامازيغيه العطله، وكل شيء كيعرف الليله ديال راس السنه الامازيغيه نهار 13 ولا 14. ان شاء الله كنتمنى يا ربي يحشمنا معكم ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه زوينه في اختنا صغير. شكرا لكم. على وبركاته الرئيس عرباتيكي كيسلم على الجمهور ديالو كيشرفوا. الله يحفظكم، الله يعطيكم الخير. السكوان الجديده اللي فرحانين بينا وشرفونا في هذا اللقاء ديال الصحافه، ان شاء الله نهار 13 السنه الجديده ديال الامازيغيين، نهار 13 ان شاء الله غتكون جديده، غيكون الرئيس عرباتيكي والفنانه ان شاء الله اول مره فاسمو في جديده في هذا العام. عندنا دوزنا يعني الحفلات دوزناها في جديده، ولكن ملي قال سيدنا هذا غيكون ان شاء الله الرساله الجديده اليوم ان شاء الله 13 غادي نكونوا حاضرين الى كتب الله تبارك وتعالى. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.